أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في محاضرة لمعبر للرؤى مشهور فسر بعض الرؤى فقال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا. قال: سوف يكون هناك حوالي 300,000 وظيفة قريبا ما بين ترسيم ووظيفة جديدة، وأن ليلة القدر في هذا العام هي ليلة 27، وأن تحرير القدس سيكون في الثاني من الشهر الثاني من عام 2002 أو مضاعفاتها في شهر 2 من عام 2004 أو شهر 2 من عام 2006. كله من ادعاء علم الغيب، وهو من أعمال الكهان وليس من تفسير الرؤيا. هذا من أعمال الكهان ومن ادعاء علم الغيب، أو أنه ما عنده عقل. هذا ضايع العقل. نعم، لا يصدق ولا يتأثر بكلامه. نعم.